أشكر يا حبيبتي أيا أسباب خبتي بالرحمة شوية اعملي معروف يا بني ده أنا تشكر وأكيد أنا أشكر فيه قطة صيامي بحب خروف اسكت يا تربش ده كلامك دبش مبروك يا حبيبي يا ريت ما تخافش تقدر عن سكتي تحود ما هو ده من عمل الاسود حبيتك حب حقيقي وبقولها على الملا حتى اللي حبا تلاقيني في الزنقة أخوك أو أبوك لكن وقت الشدة مكتوب تلاقيني في الزنقة أخوك أو أبوك لو حد محتاج مساعدة بيت واحدة عالخير متوعدة ما نخافش لا من الـ FBI ولا حتى تنظيم القاعدة اسكتي بقى العقيد حسن ابراهيم وعامل عليه سيد كومبينيشن طبعا ليه كده سيد الحكايه دي عايزه قعده طويله ما انت قاعد يا سيد هو انا قلت لك قوم باختصار شديد صدقي وصافي دول من اكبر وكلاء المافيا في الشرق الاوسط يعني واخدين توكيل ماركت مافيا؟ مافيا يعني بيتاجروا في المخدرات نهار اسود منقط باسود مخطط باسود نهارك اسود احنا بقالنا فترة مراقبينهم ومراقبينك انت بالتحديد لانك اكتر واحد دخل الفيلا دي وطول فيها احنا كان ممكن نقبض عليهم من يومين ثلاثة بس جه موضوع حادثة القتل ده لخبط لنا الدنيا بحالها انت بتقول ايه انت عارف انت بتقول ايه مستحيل ده صدق بيه ده راجل محترم جدا ده عنده شركة كمبيوتر كبيرة تغطية وغسيل اموال مش ممكن انت عارف صافي هانم دي ست دي جمعيات خيرية اللي بابهاتهم ما بيجوش ومامهاتهم كمان برضو تغطية وبعد عن الشبهات لا 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 دي أسرة محترمة ده 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 اوعى تكون بتسرح بيا يا سيد حسن العقيد حسن فاهم؟ يعني انت عايزني أصدقك أصل مين تاني؟ دول رجالة الأجهزة المساعدة التابعة لأمن الدولة تبعنا جايين يزرعوا كاميرات زي دي في كل الفيلا يعني ايه؟ يعني الكاميرات دي هتتزرع في كل سنتي في أرجاء الفيلا وهتنقل لنا كل اللي بيحصل بالصوت والصورة رايح فين؟ أنا سايب لهم الباب مفتوح. تفضلوا يا جماعة. أهلا
اتفضلوا شوف شغله. انت قلت لي اسمك ايه؟ العقيد حسن ابراهيم. ده بجد؟ بجد. اوعى تكونوا بتعملوا فيها الكاميرا الخفيه. مش خلاص بقى؟ كله تمام يا فندم. قدامكم نص ساعة تخلصوا لي الفيلا بالشارع برا، الجنينة بتاعت الفيلا. حاضر يا فندم. يلا متشكرين يا رجالة. تعبان جدا. معلش لا مؤاخذة. ولا يهمك. قدامك ساعة الا ربع تريح فيهم على بال ما العيال يصحوا من النوم. انتوا كمان عارفين مواعيد صحيان العيال؟ اتوبيس المدرسة بيجي لهم الساعة 7 بالظبط، صح؟ على فكرة أنا براقب كل حاجة من الفيلا اللي قدامكم دي. أنا بقالي 3 شهور براقب. بعد ما العيال يركبوا الأوتوبيس حاجي معاك عشان أفهمك على كل حاجة وفك علامات الذهول اللي على وشك دي. كده برضو يا سيد. كده إيه؟ تقرطصني كل المدة ديت. أنا كل ما أفتكر إنك أنت مش سيد يا سيد أزعل منك قوي يا سيد. طبعاً أنت شفت إحنا عملنا إيه؟ احنا زرعنا اجهزه تصنت بالصوت والصوره في كل ارجاء الفيلا. اجهزه التصنت دي بالصوت والصوره بتجيب لنا كل اللي بيحصل في الفيلا دي، حتى لو الكهرباء قطعت على فكره بتفضل شغاله. كل همسه في الفيلا هنشوفها ونسمعها حتى في الحمامات. ايه؟ هتشوف اللي بيحصل في الحمامات؟ بس الحمامات صوت بس. حتى لو صوت بس دي مساله محرجه قوي. طبعا انت بتسال دلوقتي احنا عملنا كل ده ليه. اسال ايه واعمل ايه؟ ده انا زعلان منك قوي يا سيد. معلوماتنا المؤكده بتقول ان صدقي وصافي كانوا بيشيلوا المخدرات هنا في الفيلا دي، وان هم اتفقوا على صفقه مخدرات تانية وشايلينها هنا برضو في الفيلا دي، وان الصفقه دي في طريقها للتصنيع والتوزيع. تتوزع الاول على تجار كبار وهم بدورهم يوزعوها على تجار التجزئه الصغيرين، وخد عندك بقى والوباء ينتشر في البلد دي. الله، ولما انتوا عارفين كده ما بطوش عليهم ليه؟ لان العصابه دي من اذكى واخطر العصابات. انت عارف المافيا بيبقى عندهم طرق غريبه جدا واجهزه عجيبه جدا للتشويش والتخفي. العصابه دي مش سهله، دي خطيره جدا يا مبروك. اخ منك يا سيد اخ، ده انا متغاظ قوي. لا اله الا الله، ليه تاني؟ طلعت مش سيد. ايه الاخبار يا جلال؟ جلال مين؟ خليك في حالك. لا انا زعلان، زعلان قوي. اكلم حسن بيه على الموبايل لانه اكيد مش سامعني. يا حسن بيه، الشارع هادي والتقاطع وناحيه اليمين وناحيه الشمال، تقدر تتفضل حضرتك. حاسس انه بيحلم، بس ده مش حلم، ده كابوس.
لازم نصحى دلوقتي. تومي تومي اصحى. مش دلوقتي يا ماما، مش دلوقتي. ماما ماما ايه؟ طماطم شوية يا ماما، مامي شوية. مامي ايه؟ يلا يا ولاد اصحى ولاد. يلا يا بنتي. مين؟ مستر مبروك؟ انت كنت بقيت عندنا يا مستر؟ كنت بقيت عندكم. يلا ولاد يلا اصحى عشان تروح الحمام. امال مامي فين؟ مامي راحت مشوار. يا سلام. والله قول بجد بقى يا مستر. يا مامي مامي يا حبيبي، زي ما قلت لك كده، هي فعلا راحت مشوار وقالت لي خليك بايت عندنا علشان بكره الصبح تصحي تومي وطماطم وتوديهم المدرسه، واعمل لكم كمان السندوتشات. قولوا لي انتوا بتحبوا تشربوا لبن الصبح؟ انا بشرب لبن رايب بفراوله. انا بشرب لبن مش رايب مش بالفراوله. طيب انا هشوف افطركم ايه. يلا يلا فوقوا كده. ايه الاخبار يا جدعان؟ الاولاد ركبوا اتوبيس المدرسه ولسه خارجين اهو. طب انا رايح لمبروك قبل ما تروح عليه نومه ويودينا في 60 داهيه. صحصح انت كده واشرب قهوه. اشرب قهوه وشاي واكل سندوتشات. انا ما قلتش سندوتشات. كله تمام؟ الحمد لله. الولاد حسوا بحاجة؟ لحد دلوقتي لا، ربنا يسهل بقى في اللي جاي. طب ما تروح تعمل لك فنجان قهوة دوبل كده عشان تصحصح معايا. ده تالت شوب قهوة أشربه ومش مقصر معايا. كل اللي حصل ده وجاي عليا بنوم، مش عارف إزاي. يظهر الفزعة قلبت معايا بنوم. طب تعالى. على فكرة يا مبروك، احنا احتمال نقبض على العصابة بسرعة. احتمال؟ عيب قوي تقولوا كده، ده انتوا بوليس. احتمال ازاي؟ احتمال قد ايه يعني؟ 50%. بس؟ ازاي يعني؟ المفروض انكم يعني هو المفروض العصابة هتيجي الفيلا وتطلع المخدرات امتى؟ معرفش. ما تعرفش؟ وحضرتك خريج ايه؟ ولغاية لما ييجوا يطلعوا البضاعة لازم كل شيء يبقى ماشي طبيعي ومحدش يشك في اي حاجة. هما ممكن يشكوا في ايه؟ يشكوا فيك طبعا. في انا؟ ايوه. ليه؟ عشان انت بتيجي البيت ده كتير، بقالك شهر واتناشر يوم، يعني لازم يكونوا مراقبينك مراقبينك، مفيهاش كلام. طب هم هيشكوا فيه من ناحيه ايه يعني؟ انك تكون مدسوس من قبل البوليس مثلا. عندك حق. وهيفضلوا يشكوا فيه لامتى؟ معرفش. هو كل حاجه معرفش معرفش. انت تعرف انا بفكر في ايه دلوقتي؟ لا. انا اعرف انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ طيب طيب. طب افرض بقى توقعاتك خابت. ده اللي خلاني اعمل سيد وراقبك
واجيلك دلوقتي واكشف لك عن شخصيتي عشان لو التوقعات خابت. ساعتها ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يقتلوك. يقتلوني؟ بحبك موت، واه نفسي اقولك عاللي جوايا. ومش بس انت، ممكن يقتلوا تشكر. تشكر؟ مش خطيبتك؟ وممكن كمان يقتلوا حد من العيال. عيال؟ ذنبهم ايه؟ دول اطفال. منتظر ايه من ناس مفيش في قلوبهم رحمة، بيتاجروا في المخدرات، ما يفرقش معاهم صغير من كبير، راجل من ست، عرض شرف. انت بتتعامل مع اسفل ناس. انا بتعاملش معاهم. غصب عنك هتتعامل معاهم. غصب عني؟ لانك لازم تساعدنا. لازم؟ عشان مصر يا مبروك. ايه ده؟ امسك المسدس ده. ليه؟ انت مستهدف دلوقتي مبروك، والخطر محاوطك من كل حتة. افرض سبعة تمانية طلعوا عليك وصوبوا مسدساتهم تجاهك، عايزك يبقى عندك قدرة بارعة على التنشين وانك تقتلهم في وقت واحد. اللي هو انا؟ ايوه. ليه وسيادتك يعني هتكون فين؟ وانا مطلوب مني احميك 24 ساعة؟ طب خلاص عين لي حراسة. طب والعيال؟ عين لهم حراسة. هنفترض ان عينت لهم حراسة والحراسة دي وقتها انتهى. انت بتعقدها في وشي؟ انا بحطك على ارض الواقع. واقع ايه ده موبايل مين؟ موبايل صدقي. ده المكتب. رد عليه وقول له صدقي نايم وانا مدرس الاولاد، ابلغه حاجة؟ الو، من فضلك اكلم صدقي بيه. صدقي بيه نايم. خير؟ سلامته؟ لا اصله تعبان شوية، عنده ارتفاع في درجات الحرارة، عنده درجة حرارة 74 درجة بالنهار. اصلها انفلونزا فلبيني. قال لي بقى ارد بداله. مين حضرتك؟ انا مبروك شحاتة مبروك، مدرس الاولاد. اهلا اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، انت تعرفني؟ مال زياد ياما جاب في سيرة حضرتك، وحتى صدقي بيه كمان بيشكر في حضرتك قوي. كتر خيرك وكتر خيرهم. طيب أمر تحت أمرك. هو الحقيقة احنا في طلبية مطلوبة مننا، قطع غيار كمبيوتر لشركة القلق. طيب والبضاعة ديت موجودة عندك في المكتب ولا فين؟ موجودة، لكن مفتاح المخزن مع صدقي بيه. طيب أول ما يصحى هديله خبر وابقى أجيب لك المفتاح. أرجوك ما تتأخرش عليا، لأن هما مستعجلين قوي وقالوا لي لازم تجيبها بسرعة، أصل الأجهزة عندهم عطلت. لا لا، نص ساعة بالكتير قوي تلاقيني عندك. متشكر قوي يا أستاذ مبروك. مع السلامة. برافو عليك، وعامل لي فيها لخمة وبتتلبخ؟ ده انت رديت على الراجل بثبات شديد جدا. ده ربنا اللي ألهمني. اسمع، انت تدور على المفاتيح وتروح توديها له بتاكس على حسابي. على حسابك؟ أنا مركبش على حساب حد. ممكن على حساب مصر. اخبار صدقي بيه ايه دلوقتي؟ اكيد احسن من الاول. صباح الخير. صباح الخير يا عم سليمان. غريبه قوي، مع انه كان مكلمني وكان زي الفل. هو والمدام وقعوا مفرفرين كده بعيد عنك. سلامتهم الف سلامه. دي الطلبيه، واتفضل المخزن اهو. اتفضل. يعني صدقي بيه مش هيكلمنا النهارده ولا اي يوم؟ شويه تاني كده يعني،
بعد اذنك خد قطع الغيار بالعدد واقفل واديني المفتاح تاني. جرى ايه يا استاذ مبروك؟ احنا بنشتغل مع صيد ايبي بقالنا سنين والراجل عارف امانتنا كويس. انا ما اقصدش، انا بنفذ وصيه. جمال ايتام. ايتام؟ شبشب صفارة حبيبي. يا صفارك وحشتيني. وحشتيني. بسرعة يلا تعال حالا. آه ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ جرالك ايه يا صدي؟ يا ترى مين اللي عمل فيه كده؟ بنتصفى. الدور اللي جاي على مين يا ترى؟ يا ترى شباشب. الحياة من غيرك فراغ. رجعت إليك مشتاقا إليك يا شبشب. تعال نقعد. أيوة يا حبيبتي وحشاني. وحشني. وحشيني يا سميحة. وحشتني قوي 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 يا برضويل. لقد عاد برضويل إلى سميحة ليجدها مشتاقة إليه. لقد اشتقت إليك شوقا مريرا. لو جمعوا شوقي ووزعوه على كل المشتاقين في الدنيا هتكفيهم شقة واحدة من شوقي إليك. لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وأجيب لعمري ألف 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 عمر وأحبك. كفاية نورك عليا. هيا برضويل قولي إيه اللي حصل. كارثة كارثة سميحة. يعني قصدك إن صافي وصدقي ماتوا موتة طبيعية؟ حد قتلهم. هي بسمة أخت صافي. لا يا شباشب، بسمة أضعف وأجبن من إنها تقتل صدقي أختها. خلاص الشرطة. الشرطة أذكى من إنها تعمل العملة دي. بسيطة يا برداويل، حصل اقتحام للفيلا لما عرفوا إن الواجبات جوه، حصل تبادل في إطلاق النار، خدوا لهم رصاصتين ميري واتكلوا على الله. لا 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 ما تقوليش الكلام ده يا شباشب. الشرطة لما بتحب تهجم بتهجم مرة واحدة. بقوات كبيرة وجامدة وشديدة وعافية. في الحالة ديت المجرم ما بيلحقش يرفع حتى مسدسه، بيتقبض عليه بسرعة أو بيتصفى بسرعة. عندك حق يا برداويل، أنت مقنع، لأن الشرطة لو كانت هي اللي قتلتهم كانت أذاعت في كل حتة في الدنيا بمنتهى الفخر والسعادة إن هي اللي قتلتهم. بالمناسبة يا شباشا، المدرس الأول المفروض يبعت تعليمات على الكمبيوتر. أنت تراقب الكمبيوتر كويس قوي، ولو حصل أي تعليمات تعالي لي على البحر. ايه ده كله؟ دول شويه بدل على قمصان على كرافتات، شويه حاجات كمان كاجوال على كلاسيك كده. ليه ده كله؟ لانك بتشتغل معانا، لازم مظهرك يبقى شيك وحلو عشان كمان ما حدش يشك فيك من افراد العصابه. وده جهاز ارسال واستقبال، ده متطور جدا، بيتفتح ويتقفل من هنا. وده يبدو ان هو موبايل. بس ده مش موبايل، ده برضو جهاز ارسال واستقبال، لا يمكن اللي يشوفه يشك في انه جهاز، برضو بيتقفل ويتفتح من هنا. انا هفضل فاتحه على طول عشان اسمعك وتسمعني لغايه اما اخدك للدكتور واركب لك سماعه في ودنك دقيقه جدا جدا. كل ده حسن بيه الله الغني. انا هروح شقتي دلوقتي واقعد واستنى العصابه. عايزين يقتلوني اهلا وسهلا، عايزين يسيبوني خير وبركة، إنما أنا مش هقدر أواجههم بالمسدس اللي عايزني أتدرب عليه، ولا حتى هعرف أستخدم كل الأجهزة ديت، أكيد هتلبخ. الأعمار بيد الله. على فكرة أنت ممكن ما تقتلش، أنت ممكن يخطفوك ويعذبوك. هعترف مع أول ألم هاخده هتلاقيني بقول على كل حاجة. أنا عارف نفسي بيه، أنا جبان، هقول لهم على كل حاجة أعرفها. هقول إن أنا كنت أعرف واحد اسمه سيد كومبينيشن وطلع حسن بيه، وهديهم وصفاتك وبقى اتصرف أنت معاهم. إيه ده؟ أنت ممكن تعمل كده؟ وأبو كده كمان. أنا عايزهم يسيبوني، عايز أعيش، أنا مش قدهم. إيه الضعف اللي أنت فيه ده؟ أنا مالي؟ يعني إيه أنت مالك؟ أعمل كده ليه؟ عشان مصر يا مبروك. أنت بتزنقني؟ مش دي بلدك يا ابني؟ هو مفيش في البلد غيري؟ ظروفك كده يا بيه. انا غلبان، انا مدرس ابتدائي مرتبي مش بكفي ربع احتياجاتي. ابسط حقوقي في الحياه اني اتجوز واخلف لي عيل ولا اتنين، مش قادر اعمل ده، وباين عليا مش هقدر اعملها.
انا قاعد بلطش في الدنيا والدنيا قاعده بتلطش فيا ومش عارف اخرتها ايه. انا مش قدكم. ايه الياس اللي انت فيه ده؟ الرفاهيه الوحيده اللي في حياتي عباره عن سخان كهربا جابهولي زياد. جات لي فاتوره كهربا ب 50 جنيه وفوقيها 5 جنيه زباله. هو انا عندي زباله عشان ادفع ال 5 جنيه؟ ده سندوتش الفول والطعميه اللي بشتريهم وبيحطهم للراجل في الكيس باكلهم بالكيس، يدفعوني ال 5 جنيه ليه؟ تصدق انت بايخ قوي مبروك، لاني لسه دافع 10 جنيه بتوع زباله حرقني قوي. انت ليه بتقلب عليا المواجع؟ هو انت موجوع زيي؟ ويمكن اسخن منك. انا بشتغل 25 ساعة في اليوم يا مبروك، وقيس على كده طول الشهر، والمرتب هو هو. تصدق بالله؟ لا اله الا الله، لولا المدام بتشتغل معايا وبتساعدني ما كناش عرفنا نربي العيال. هي ظروف بلدنا كده يا مبروك، واقع وما ينفعش نهرب منه، وكمان ما ينفعش نحس باحباط ويأس. انت تقدر تغير الواقع؟ لا طبعا. خلاص، ولا انا ما اقدرش اغيره، ولازم نقبله كده بعبله ونحبه كمان. ده مبدئي، انا بعمل كده وبقول كده لكل الناس. برافو عليك، انت لازم تتصالح مع الواقع بتاعك وتعيش معاه، واللي يقدر فينا يعمل عامل خير يجيب مصلحة لغيره، يا سلام ده جزاؤه عند ربنا هيبقى كبير قوي. صح يا بركة؟ صح يا سيد. حسن العقيد حسن. أيوة حسن سيد سابقني. ما تفتحوش الكاوتش ويسيبوه يهوي لوحده ويخش التلاجة. التلاجة؟ أجل بلغ بردولي على البحر. برداويل برداويل. المدرس الاول بعت لي ايميل. كويس، كاتب فيه بيقول ما تنفخوش الكاوتش، سيبوه يهوي لوحده وحطوه في التلاجة. حلو ده. يعني ايه حلو ده؟ انا مش فاهمه. يخش التلاجة مش فاهمه. يعني تقعدوا ساكتين وما تتصرفوش خالص لغايه ما ابعت لكم اوامر تانية. لحد امتى؟ لغايه ما الموضوع يهدى، لان الشرطه دلوقتي بتحوم حوالين الفيلا. طبعا التحريات اللي هي بتعملها، واي حد من افراد العصابه هيقوم حوالين الفيلا ويتقبض عليه هتبقى مشكله. يا برداويل، الشرطه عمرها ما هتراقب الفيلا الا اذا كانت شكه الوفاه جنائيه. ما احنا مش عارفين ماتوا ازاي لغايه دلوقتي، دي احتمالات واحنا اللي بنقولها. طب والواجبات؟ ما هي الواجبات اكيد مؤكد ما خرجتش من الفيلا، واحنا بس والمراحيم اللي نعرف. طب مين اللي بلغ الشرطه عن وفاتهم؟ اكيد عيالهم. الله يكون في عون العيال، زمانهم هيموتوا على ابوهم وامهم. عندهم حق، احنا مريحين نفسنا من الخلفه عشان تفضل عايش في روقان. احنا عمرنا متعلق بغلطه مننا او غضب من مدرس الاول او شقاوه ضابط بوليس. لو كان في عيال دلوقتي سميحه كانوا كعبلونا عطلونا. عشان كده عايز اقول لك يا حبيبتي ما تزعليش من قله الخلفه. انا عمري ما ازعل منك يا برداويل. صحيح موضوع الخرفة ده مأثر فيا، بس عمري ما انسى فضلك علي. برداويل انت اللي جبتني وربتني وكبرتني وخليتني ست الستات. ده ما حدش لبسني جزمة غير انت يا برداويل. ده انا يوم ما قابلتك كنت بشبشب بلاستيك بصوبع وكعبه دايب كمان. تقوليش كده سميحة. فاكرة لما كنت بقابلك في إشارة المرور وانت شايلة المناديل؟ المناديل الناعمة. نشف عرقك يا عرقان. نشف عرقك اللسان على خدك. ده انا برضو كنت بعمل كده. ايوه كنت بتقولي كده. يوميها اشتريت مني 10 علب وديتني ورقه ب100 جنيه. انا خدت العشر علب دول رحت بيعهم في اشاره تانيه. ساعتها جيت وقفت معايا وقلت لي انا عايزه اقابلك على انفراد، ورحت قابلتك قلت لي انا بحبك وعايزه اتجوزك وحكيت لي عن كل حاجه. طبعا بس الحمد لله ثقتي كانت في محلها واعتمدت على سر يا سميحة. ورحت لابويا ساعتها وقلت له في شاب زي القمر هيموت عليا وعايز يتجوزني طول بعرض بعظمه
ابني بشوات مقصد، قال لي بيشتغل ايه؟ قلت له تاجر مخدرات، قال لي وزنت الناس. بانجو كده حشيش فايدة فيكي. مش كنا هروين مع بعض نضرتين دم جميل. ها اتفقنا؟ اتفقنا وما اتفقناش. مبروك، من غيرك مش هنعرف نقبض على الناس دي. ممكن اعرف بقى هتدوني ايه مقابل اللي هعمله؟ يعني ايه هنديلك ايه؟ مش كل واحد بيعمل عمل بياخد قدامه مقابل؟ ده انا هحط عمري على كفي، هي دي بسيطه اعملها كده بلوشي. خلاص هقدم لك طلب واطلب لك مكافاه. حلو، كام بقى؟ ما تبقاش مادي قوي كده. يا سلام، هو انت لما هتقبض على عصابه مش هتاخد مكافاه؟ هاخد طبعا. اخد زيك بالظبط، وفيهم شقه. شقه؟ اه، وعايز اشتغل في مدرسه خاصه. دي مقدور عليها، انما شقه ما وعدكش. خلاص، انا كمان ما وعدكش. انا اصلا مش مقتنع، ده انا مرعوب برعب الدنيا. مبروك، عشان نمنع السموم دي من انها تخش في عقول الناس. قال يعني هتمنع كل السموم؟ على الاقل يبقى ساهمنا بجزء. شوف حد غيري. مبروك، لو مش عشان خاطرنا على الاقل يبقى عملنا عمل نرضي بيه ربنا. اهو ده الكلام المفيد. بلاها الدنيا اللي مش عارفين نعيشها، نشتري اخرتنا، اعمل حاجه تتحسب عند ربنا. قوم رد على التليفون يا مبروك. ده تليفون صافي، كنز اللي بتتصل. رد عليه. الو، ايه كنز يا حبيبتي؟ ايه ده انت بترد على موبايل مامي ليه؟ ما هو ماما شغلتني بقى سكرتير عندها. طب بجد كويس، هي فين بقى؟ اصلا هي امبارح هي وبابا راجعين بقى من حفله بالليل، وكان الهوا جامد، خدوا بقى شويه برد. يا حبايبي، طب جبت لهم دكتور؟ طبعا الدكتور كشف عليهم وكتب لهم على ادويه، وقال لهم انهم لازم يتمرهموا. يتمرهموا يعني يحطوا مراهم يعني. وماما بالذات لازم تحط ماسك عشان التجاعيد. كلم بجد بقى مستر. ما انا بتكلم جد. طب اكلم مامي. ماما نايمة، عايزة اسمع صوتها بس. عايزة تسمع صوتها؟ اعمل ايه؟ اتصرف. حاضر يا كنزي، حاضر، هخليك تسمعي صوتها. الو كنزي، ايه يا حبيبتي؟ انا عندي برد، انا واحده ست. يا مستر بقى. طب اعمل ايه يا كنزي؟ يعني معقوله هدخل عليها وهي نايمه؟ طب هكلمها امتى؟ كلميها على بالليل، اصل هي وبابا نايمين وهيناموا كتير قوي، اصلهم واخدين حقن مضاد حلوي. ايوه مضاد حلوي، دي بتنيم بجد بقى. مستر قولي، انا قلقان عليهم قوي. يا حبيبتي ما تقلقيش، هما شوية تعب وإن شاء الله هيخفوا ويبقوا زي الفل. عيش أنت بس حياتك، ما تضيعيش وقتك. يلا بقى، باي باي. أنت قلت لي أنت خريج إيه؟ شرطة. توشكر توشكر يا توشكا. ايوه يا ماما، بسرح شعري. في ايه؟ صحيت يا تروفشي خلاص وفقتي؟ ايوه، وما رحتش المدرسه زي ما قلتي لي. وطبعا عارفه هكلمك في موضوع ايه. عارفه هتوصيني على مبروك وبطل غباوه. سبحان الله، ما انا كلمتك يا اختي في الموضوع ده مليون مره، وبرضه مصممه على غباوتك. يوه، طب ما انا بحاول يعني اعمل ايه يعني في نفسي بقى؟ اقول لك بقى،
المرة دي الموضوع مختلف خالص. ازاي يا مبروك يا حبيبتي، هيعيش مع العيال جوه الفيلا. انا عارفة. وهيبقى واصي عليهم. عارفة. يعني هيتغير خالص. طبعا، وهيعيش بقى في الفيلا. وهيدور الشغل بتاع راجل المرحوم، شركة الكمبيوتر. انا معرفش ده يعرف يدورها ولا لا. لا هيدورها كويس قوي. مبروك يا اختي، دماغه حلوة خالص. معنى كده ايه بقى؟ ان القرش هيجري في ايده، هيبقى معاه فلوس كتيرة قوي قوي قوي. قصدك ايه؟ قصدك ان مبروك لما يبقى معاه فلوس ممكن يسيبني؟ لا، مبروك اصيل. مبروك لما هيسيبك مش هيسيبك عشان اصيل ولا واطي. مبروك هيسيبك عشان يتغير. هو كان زمان يا حبيبتي بيستحملك عشان كان فاضي، جيبه مهوي كده، لكن دلوقتي خلاص هيتشغل بالعيال ويتشغل بالشغل، مش هيبقى عنده لا الجهد ولا الصبر، مش هيستحملك ابدا. مع اول حركه غباوه منك هيقولك السلام عليكم، خلاص مش مستحملك. فهمتي يا اختي؟ فهمتي؟ فهمت فهمت. بقولك ايه، لازم تظبطي نفسك والا انسي مبروك خالص. عندك حق. طب اعمل ايه يا ماما؟ اقول لك يا حبيبه ماما، بس اسمعيني كده وركزي معايا. شوفي بقى، انا عايزاكي رقيقه، عايزاكي كده تبقي خفيفه يا بنتي يا عبيصه. انتي في ثانيه ممكن تغيري حياه مبروك خالص. بصي بقى، مبروك الفتره اللي جايه دي عايز معامله مختلفه خالص خالص عن معامله زمان. زمان كان مستحملك عشان ما كانش عنده، دلوقتي بقى عنده. بطل الهرشه اللي انت فيها دي. يا لهوي يا بنت، مش الهرشه دي، الهرشه دي. بقولك ايه، اسمعيني كويس، اقعدي مع نفسك كده وركزي وفكري. قولي يا بنت يا توشكا، هتقدري تغيري نفسك ولا لا؟ قدرتي؟ روحي له قولي له مبروك، انا تحت امرك. قعدت بقى مع نفسك ولقيت الغباوة كاسية على نافوخي زي العادة، امسي مبروك خالص يا عين امي، وخليك قاعدة في قرابيزي انا وعنسي. ها قوليلي بقى، انا قلت ايه؟ ابقى لطيفة وخفيفة، يا اما اقعد في قرابيزك وعنس. مبروك يا عيش يا جاني من كل ناحية، وعيال عيني عليهم صحية. قلق وجاني من كل ناحية. والله وعيال عيني عليهم صحية. دول في عناي يا دعوي، يحلفوا بشهادته كت كت عتبال داير الناحية. روح 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 يا قلق، روح 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 يا قلق، روح يا قلق، روح يا قلق، روح يا قلق، روح قلق انتشر. يا بشر على دي خلق، روح روح بقى، روح 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 يا قلق. قلق 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 قلق. لو رحت يمين بيجيني مين؟ وين راح لشمال بيجيله في الحال؟ لو رحت يمين بيجيله يمين، والله من بدري على ده الحال. لو راح الشغل يجيله في الشغل، وين رحت الجيم يقوم ويهم؟ لو راح الشغل يجيله في الشغل، وين رحت الجيم يقوم ويهم؟ انت بقى يحلها حلال، انت بقى يحلها حلال، انت بقى يحلها حلال. مبروك، صدق جالي قلق يا بنت كريم يا رب.